بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. دي المحاضرة رقم 11، محاضرة القبلة الأخيرة إن شاء الله في دورة التصميم الإنشائي باستخدام برنامج الإيتابس والسيف والبروفن. طيب، في المحاضرة فاتت عرفنا كيف نصمم الأبيام أو نعمل لها جد باستخدام برنامج البروفن، سواء كان بيم بسيط أو بيم مستمر أو بيم طاير كابولي. في المحاضرة دي هنشتغل الأعمدة، برضو هنشتغل به البروكن. طيب، ندخل للمشروع بتاعنا في الإيتابس. ده المشروع حقنا في برنامج الإيتابس الأصل نحن شغالين عليه. في حاجة عايز أنبهكم، لأنه في أثناء تصميمنا للأبيام في المحاضرة الفاتت، إذا في أي تغيير حصل مثلا في مقطع البيم، أي بيم من الأبيام، لازم نجي نعدل وين هنا، لأنه حمولات الأبيام دي ذاتها بتمشي لنا للأعمدة، بالتالي بتأثر على الحمولات الجاية على العمود. طيب، نبدأ في تصميم الأبيام حقتنا. أول حاجة نقول لكم ستار ديزاين عشان يظهر لنا الشغل حقنا، وهنا كمان. طيب، نحن عايزين نصمم شنو؟ دايرين نصمم الأعمدة بنصممها بالرياكشنز، بنصممها بشنو؟ بردود الأفعال اللي بتكون جاية على العمود في حالة التحميل القصوى الـ Ultimate Limit State. فبنقول لهم هنا يا إما إنه أدينا لها في شكل أرو، أو في شكل تابلات، تكون في شكل مربع صغير كده في شكل جدول، اللي هي دايرين الحمولات أو ردود الأفعال في اتجاه زد. هنقول له أوكي، دي كده جاب لنا ردود الأفعال بتاعتنا أو الرياكشنز الجاية على شنو؟ عليها العمودين في القواعد. لو دايرين نشوف في باقي الطوابق، ما حنقدر هنا في البلان نجي، وين نجي في الثري دي برضو نقول له الالتيميت ليميت ستيت في حد الكومباينيشن، نقول له ارو اف زد. هنا شنو كده؟ او عفوا من هنا، من هنا عفوا، دي بنشتغل بيها في حالة شنو؟ بنشتغل بيها في حالة هي ممكن هنا نحن نشتغل بيها، نحن هنا ممكن نشتغل بيها، لكن أنا عايزة أوريكم توزيع الحمولات على الأعمدة في كل الطوابق. دي هنا جاية وين؟ في القواعد، دي لتصميم القواعد فقط، لكن نحن دايرين اللي بتكون جاية على كل الأعمدة، اللي هي من هنا. لا، مش من هنا، هنا كومباينيشن، نقول له اكزيال فورس. هنا اكزيال فورس في الدياجرام شو فاليوز فريمز، تمام. هنقول له اوكي، كده جاب لنا شنو؟ كده جاب لنا قيم الحمولات الجاية على الأعمدة في كل الطوابق، اللي هي شنو دي حنصمم عليها الأعمدة. ملاحظين في تناقص في الحمولات؟ كل ما ارتفعنا للأعلى، مثلا لو مسكنا العمود ده، العمود ده تخيل اللود الجاية عليه 1738، هنا 1550، هنا 1142، هنا 725، وهنا 302. كل ما ارتفعنا لأعلى، العمود اللودز بتاعته بتقل، ده الطبيعي. طيب، انت عندك الخيار، يا اما تصمم لكل عمود بتاع الطابق تصمم وراه، ودي حاجة صعبة جدا بالذات المشاريع الكبيرة، يا اما انه تمسك الاعمدة اللي بيكون اللودز بتاعتها قريبة لبعض. يعني مثلا الف واربعمية وتلاتة معاها مثلا 1738، او 1100 هنا 1337، يعني ديل كده العمودين ده ممكن يصمموا مع بعض كعمود واحد. إذا يتصمم عمود واحد اللي هو 1403 ودعمم عليهم الاثنين،
يعني بنحاول ناخذ القيم القريبة لبعض. مثلا هنا 1900 و1700، حناخذ ال 1900 ونعمم عليه، ونعمم على شنو، عليه ال 1700. دي طريقة. الطريقة الثالثة انك انت تاخذ مثلا تسمي العمدة بتاعتك ركنية، العمدة القاعدة في الركن، العمدة القاعدة في الطرفان من الطرفية، والعمدة القاعدة في الوسط أعمدة وسطية، وتقوم شنو تشيل في العمدة الركنية دي أكبر قيمة. مثلا هنا عندنا دي في الركنية 1700، هنا 900، هنا مثلا 500، هنا 300، نشيل ال 900 دي ال 1700 ونعمم عليها. لكن بنكون هنا شنو أدينا المقطع ده تسليح زيادة عن اللزوم، لأنه هنا أساسا اللود الجاي بسيط 342. تمام. طيب نشوف العمدة الطرفية 1400، 1900، هنا دي كلها قيم بسيطة، هنا 1300. يعني ممكن ناخد 1900 ونعمم على شو، نعمم على باقي الأعمدة الطرفية. هنا برضو عندنا الأعمدة الوسطية، وهكذا. يعني بشوف أكبر قيمة في العمد، بتحاول تقسم الأعمدة حقتك لجروبات حسب شنو، يا إما حسب موضعها أو حسب قيمة، القيم القريبة لبعض بتعملهم كجروب. القيم مثلا من 200 أو 300 لحد 1000، دي كده جروب. مثلا من 1100 لحد 1500 أو 2000، دي جروب. من 1500 لحد مثلا 3، ده جروب ثالث، وهكذا. طيب نحن هنا مثلا ناخد، خلونا ناخد عمود واحد ونصممه. طيب خلونا ناخد العمود ياتو، خلونا ناخد العمود ده 1403، هنا 1175، هنا 864، وهنا 553، هنا 244. طيب ناخد العمود ده كمثال نصمم عليه، اللي هو العمود ده واقع وين؟ طيب لو قلنا ده غرفة السلم، نحن غرفة السلم حقتنا هنا. تمام. طيب ده غرفة السلم، دي غرفة السلم كده. طيب دي هي هنا غرفة السلم كده بالطريقة دي. ال1400 أيوة هذا اليوم ده شنو، ده العمود اللي هنصممه، اللي هو هذا، اللي هو ده. ده ياخذ ال1400، 1403، لأنه هنا ما عندنا 1400، هنا ده 1400، ده ممكن ناخذ 1404. يجي نفتح البروكن، البروكن لما نفتحه اللي هو بدينا القائمة دي، نحنا بنمشي ليه كونكريت. نقول ليه المرة فاتت كنا بنختار continuous beam، لا المرة دي عايزين general column. ممكن تصمم بـ rectangular column لكن شوية كده معقد، فحنختار general column. طيب بعد ذلك بيفتح لنا النافذة دي. أول حاجة قلنا بنعملها شنو، الديزاين كود، بنختار الديزاين كود، الكود بتاعنا اللي هو ACI 2014. أوكي. طيب أول حاجة نسمي العمود بتاعنا مثلا C1. نفرض إنه العمود اللي هنصممه نحنا ده C1، نفرض إنه قسمنا العمود حقتنا خلاص كجروبات. نيجي نشوف ال L نوت، ال نوت، وال L نوت دي بنجيبها من وين؟ اللي هو نحنا العمود اللي عايزين نصممه ده، هنا دي 1403. دي اللي هي ده الرياكشن اللي بنصمم به، القواعد اللي هو ده تحت. لكن احنا طيب ممكن نصمم بيده ذاته ونعمم على الباقيين، يعني نصمم نعتبر انه الاثنين دي، ناخد مثلا الشورت كولم ده والارضي
كأعمي ك كسكشن واحد أو كتصميم واحد كجروب واحد، يعني نشيل ال 1403 دي ونعممها على شنو؟ على ده برضو، يعني نصمم واحد ونعممه على الباقيين. اللود ده نشيله كأنه دي ال 1175 دي 1403، يعني هنا نحن هنصمم عمود الطابق ده ونعممه على ده. ليه؟ لأنه الشورت كولوم ده ارتفاعه قصير، نحن على أسفل المفروض هنصمم على العمود اللي ارتفاعه أطول عشان نختبر في نفس الوقت شنو البقلم. يعني هنشيل اللود الكبير ال 1403 ناخده باعتباره قاعدين شنو هنا في الطابق الأرضي. طيب الطابق الأرضي نجي هنا، الطابق الأرضي وين؟ نجي نشوف ارتفاعه كم. الطابق الأرضي كان هنا 4 متر و20، اللي هو الحد هنا، الحد داخل فيها السقف بتاعت الطابق الأرضي، وهنا 1 اللي هي ارتفاع الطابق لحد أعلى السقف 3 متر و20. نطرح منها السقف بتاعتنا كانت 20 سنت، بقت 3 متر صافية. طيب نحنا ما عندنا بيم، لو ملاحظين هنا نحنا ده اللي اخترناه ده عمود طرفي، وعندنا أبيام طرفية، وأبيامنا 50 في 25، يبقى عندنا شو؟ عندنا دروب من السقف 30 سنت، ما هو البيم كله 50 في 20 سنت داخلة في السقف، وفي 30 سنت تحت، يبقى ارتفاع الطابق تلقى ارتفاع الطابق كلي اللي هو 3 متر، هنطرح منه شنو؟ 30 سنت الدروب بتاع البيم عشان ما نجيب ارتفاع العمود اللي هي بيجيلنا 3 ناقص 30 سنت اللي هي 270. هنا يبقى عندنا الارمط 2.7، لاحظ هنا شنو الدايمنشن بالمتر. هنا الاف سي داش، الاف سي داش دي عبارة عن مقاومة الاسطوانة، مقاومة اسطوانة خرسانية اسطوانة، وقلنا المقاومة الاف سي داش بتساوي لنا 0.8 في الاف سي يو، اف سي يو اللي هي مقاومة مكعب خرساني، 0.8 اف سي يو. ونحن اف سي يو حقتنا بكم؟ الاف سي يو حقتنا ب 30، المرة اللي فاتت قلنا 30، لما نجي نضربها في 0.8 ب 24، نقول مثلا 5 24 24. عندنا هنا الاف واي ب 460، هنا عندنا الاي اس دي عبارة عن معامل المرونة بالنسبة للحديد، هو عبارة عن 200. دي هنا ما عندنا معاهم شغلة، نجي ليها الانت كونديشن. الانت كونديشن هنعتبره بارشال فيت عشان ما يسمح لنا بالعزوم طوال، هنا بيديني الفاكتور البيتا ب 1.5. طيب نجي للود كيسز، هنا قال لنا شنو في حالة الالتيميت ليميت ستيت، يعني ما تجيب لي وركينج ستيت. اللود كيس مثلا الكيس نمبر 1 الديزاينيشن اللي هو التيميت، او سمي اي حاجة واحد اي شيء. البي اللي هو ده اللود بتاعنا ياتو اللي هنصمم عليه، اللي هو 1403 او نقول 1404. تاني ما عندنا حاجة، الزوم هنا نحنا معتبرين انه العمود بتاعنا معرض لشنو؟ ليه؟ اكزيال فورس، يعني العزوم بتاعنا تكون عزوم صغيرة، ممكن تدخلها هنا، ممكن تدخلها هنا عادي، تاخدها بالاعتبار من وين؟ من هنا. مومنت 2 2 بتقوم شنو؟ بتشيل 43 و 69 وبتدخلها وين؟ بتدخلها هنا عادي، دي الاكس. التوب والبطن، التوب الاكس و ام اكس توب ام واي توب، ام اكس بوتوم ام واي بوتوم، يعني بتشوف التوب والبوتوم بتدخلهم، لكن هنا احنا هنصمم على الاكزيال لود فقط. طيب للتسهيل بس، لكن بعدين عادي بتيجي تشوفوا هنا شنو دي في اتجاه اكس، التوب 43 البوتوم 69، هنا في اتجاه واي التوب التوب 101 البوتوم كم؟
خمسة وخمسين وهكذا. طيب عندنا تاني عندنا شنو؟ نجي نعرف السكشن بتاعنا من هنا من الخيار بتاع ريكتانجولر كولوم. قال لي الاتش ارتفاع العمود اللي هو حنفترض انه العمود في وضع طبيعي قاعد لينا بالطريقة دي كده، يعني الاتش بتاعته كده والبي بتاعته كده. الاتش اللي هو البعد الكبير 500، نجي نتأكد منه كيف. طيب 50 × 25 500 في 250 بالمليمتر. كورنر بارس ديامتر 16 ملي. نمبر اوف ميدل بارس اباوت اكس اكس. طيب ده اتجاه محور اكس بتاعنا. عدد الميدل بارس اللي هو هنا مثبت لنا انه في العمود الاربع اركان فيهم سيخ. يلا الميدل بارس دي اللي هي عبارة عن السيخ اللي بيكون موجود بين سيختين ركنيات. يعني لو عندنا هنا في الاتجاه الصغير اتجاه 25 اصلا سيختين في الكورنر، السيخ اللي في النص دي كم سيخة انت دايرة؟ يعني هنا انا بحدد له عدد السيخ اللي انا دايره في العمود وبعدها بعمل له جذر. نقول انه مثلا دايرين، مثلا ما دايرين سيخ زيرو. دايمتر اوف ميدل بارس اباوت اكس، ما فارق هنا لانه اصلا عملناه زيرو. نمبر اوف ميدل بارس اباوت واي في الاتجاه الطويل. يلا هنا عندنا اصلا سيختين ثابتات في الاركان، في النص نقول مثلا عايزين سيختين، يعني بقى عندنا سيختين في النص وسيختين في الاركان اللي هي اربعة سيخات، اربع سيخات بهنا واربع سيخات بهناك، ثمانية. diameter of middle parts about y 16. cover of main parts خليها 30. corner chamfer ما عندنا اي انحناءات او شفطات في المقطع بتاعنا. pipe diameter ما عندنا اي فجوات في السكشن بتاعنا، نقول له اوكي. ملاحظين هنا عندنا سيخ، ده الاتجاه القصير. هنا عندنا سيختين دي ثابتات، وهنا عندنا سيختين في الاركان ثابتات. نحن قلنا له في اتجاه واي دايرين سيختين في النص، اتنين في الميدل بارس اللي هم هذيل. هنا في الاكس قلنا ما دايرين، اللي هو شنو؟ ما عملنا اي سيخ هنا. بعد ده هنقول له شنو ديزاين. يعني عندنا في العمود 8 سيخات، نجي نقول له شنو؟ نقول له ديزاين. طيب في ديزاين بعد ما يعمل لي تصميم في حاجتين بركز فيهم. الجدول ده انه ما يكون فيه اي حاجة شنو بالاحمر، في اي حاجة بالاحمر اللي هو بالذات الحياة الفوق دي اصلا هو بيحسبها، يعني لا كالكوليشن دي العزوم في اتجاه اكس واي، العزوم الاضافية، عزوم المينيموم وكده. يعني انا بنتبه من وين؟ من مساحة حديد التسليح اللي هو حسب لي من هنا لحد ال AS nominal، يعني الثلاثة صفوف دي، ده وده وده، انه ما يجوني باللون الاحمر. اذا جوني باللون الاحمر طوال بمشي بعدل في شنو؟ في كمية حديد التسليح القاعدة لي في المقطع. مع ان اذا جاني هنا مثلا احمر او هنا احمر او هنا احمر، معناه في مشكلة في كمية حديد التسليح القاعدة في المقطع. دي الحاجة الاولى مفترض نركز عليها. الحاجة الثانية اللي هي هنا، شايفين النقطة الصغيرة السوداء دي؟ هنا الشارت ده عبارة عن علاقة ما بين الاكسيال لود، الحمولة المحورية، والبندنج مومنت. يعني كل ما يزيد العزم بيزيد، كل ما تزيد الحمولة المحورية بيزيد معاش مع العزم. طيب وعندنا لو ملاحظين حدود هنا، الحدود دي الباندريز دي، الحدود دي كده، النقطة السوداء دي مفترض انه ما تتجاوز لي الحد بتاعي ده. لو ملاحظين هنا قربت انها تتجاوز، يعني قربت، ما تجاوز لكن قربت. طيب ده معناه شنو؟ معناه يعني الحقيقة، طيب اذا النقطة دي اتجاوزت معناه شنو؟ معناه انه
المقطع بتاعي ما قادر يتحمل، او البيرنج كاباسيتي بتاعته بقت قليلة، احنا محتاجين انه نزيد مقطع العمود. اذا جاني هنا صغير شديد معناه شنو؟ معناه العمود ده البيرنج كاباسيتي بتاعته عالية شديد، فانا هقوم انقص مقاطع العمود بتاعتي بسيط عشان شنو يكون ليه شوية معقول واقتصادي اكتر. طيب نجي نشوف مثلا النقطة دي واقع عليه هنا. قبل ما نمشي نجرب مثلا اذا النقطة دي وقعت لنا هنا او هنا، هو كده العمود بتاعنا شنو؟ سيفتي من كل النواحي، ما فيه باكلينج. طيب الباكلينج اول حاجة البروكن بيختبروا لك كيف، مجرد ما دخلت له كل الفاكتورات بتاعتك، دخلت له السكاشن، بمجرد ما ضغطت ديزاين، لو العمود فيه باكلينج معناته مقطع العمود ما متناسب مع الطول بتاعه طوالي، بديك رسالة بيقول لك انه في مشكلة، في مشكلة بتاعت بكلم في العمود. فانت طوالي هترجع شنو للانبوت هنا للسكشن، تعدل في السكشن بتاعك. طيب نحن ما عندنا مشكلة بتاعت بكلم هنا، الجدول الحمد لله ما عندنا فيه مشكلة، هنا ما عندنا مشكلة في المقطع حقنا. كده العمود بتاعنا بالطريقة دي، عمود 50 × 25 فيه 8 سيخات، ممتاز جدا، ما فيه أي مشاكل. طوال شنو هتصمم العمود ده هنا، ده هتعممه عليه ده، يعني ما هو نحن شيلنا اللود بتاع ده وشيلنا الارتفاع بتاع ده، بما ان الارتفاع ده طويل مع الارتفاع ده اكيد هيباصي معاهم، فبما انه اللود ده كبير اكبر من اللوت هنا، فبالتالي ده برضه هيباص، يبقى شنو العمود ده والعمود ده تسليحهم واحد ومقطعهم واحد. بنفس الطريقة لو عايز تعمم نفس العمود ده على باقي الأعمدة في كل الطوابق دي، على باقي العمود، على باقي نفس العمود ده في كل الطوابق، ما مشكلة، اتس اوكي. ما عايز بتقوم بشيل عمودين في الطابقين ده وده مثلا، وتشوف اكبر لود وتشوف ارتفاع الطابق، نفس الحركة اللي عملتها هنا دي بتعملها ايه باقي الطوابق. هتيجي شنو طوال هنا شنو في الايتاس. طيب نشوف في الايتاس جانا التسليح كم، هنا 1250 قال لنا في 1200، قال لنا 1250 على نحن هنسلح بـ16 ملي، مساحة السيخة الواحدة 201، جاتنا كم؟ 6.2 اللي هي أكبر من 6 وأقل من 7، فما ممكن نقول إن العمود فيه 7 سيخات، ما بتيجي ليه؟ حيكون التسيخ ما سيمتريك، فحنقول 8 سيخات، ونحن أساء يعني الإيتاب سادان تسيح للعمود 8 سيخات. البروكن هنا نحن سلحناه بـ8، يبقى تسيح البروكن والإيتاب كويس ما في أي مشكلة، لكن ده ما دايما بيحصل، يعني أحيانا الإيتابس بديك قيم بتاع هذه التسليح أقل بكثير. انتوا بعدها ممكن براكم تمشوا شنو تختبروا باقي الأعمدة وشوفوا الفروقات ما بين تصميم الإيتابس وما بين البروكن، يعني مرات الإيتابس بدينا قيم بتاعة هذه التسليح بسيطة والبروكن بدينا كثيرة، في النهاية نحن بنمشي بشغل البروكن لأنه البروكن أدق في الأعمدة والأبيان من الإيتابس. كذا هنا دي الكالكوليشن شيت، لو دايرين مثلا تشوف التضريبات والحسابات اللي جنبيها البرنامج. طيب نجي نشوف إذا النقطة دي طلعت لنا برا، قلنا فين بتطلع برا؟ إذا كان العمود سعة التحميلية بسيطة، بمعنى انه اللود الجاي عليه اكبر من مقطعه، يعني 1404 دي اكبر من المقطع ده. طيب نقلل المقطع ده، نبقيه مثلا 250، نبقيه 400، يس، نقول له ديزاين، شايفين نقطة طلعت برا، بالرغم من انه هنا ما عندي مشكلة في التسليح، كمية التسليح في المقطع ما عندي فيها مشكلة، هي نفسها، لكن النقطة طلعت برا، معناتها المقطع بتاعنا غير كافي مقارنة مع اللود الجاي عليه. طيب لو زدناه من 500، ما هو كان 500، لبقي مثلا 600 ديزاين،
بعدين تدخلت أكتر، الجبال كانت هنا تقريبا دخلت أكتر، يعني كل ما زاد المقطع كل ما النقطة شنو بتدخل لجوا، ودي معناه إنه مور سيفتي، معناه إنه الكباسيتي بتاعة العمود عالية جدا، ودي حاجة كويسة. ده كل ما يخص تصميم الأعمدة. هنا لو عندك مثلا ده العمود C1 انت قسمتهم لجروبات، تيجي تحفظه عادي، تيجي بعد ذاك تعمل ملف جديد تسميه C2، تيجي تدخل الفاكتورات بتاعتك برضو، تدخل هنا مقاطع الأعمدة و تغير شنو في، تعمل ديزاين. إذا جاتنا مشكلة هنا في اللون الأحمر، اللون الأحمر جانا في مثلا هنا ال AAC مساحة حديد التسليح، بنيجي نعمل شنو في ال rectangular column، بنيجي نعدل وين، بنعدل هنا في number of middle parts، مع المشكلة بتاعت حديد التسليح معناه يا إما الحديد التسليح ده over زيادة عن اللزوم أو قليل، هنقوم نعمل شنو إذا هنا صفر، إذا انفرض إنها جاتنا بالأحمر، إذا هنا صفر نقوم نزيد نزيد لواحد، إذا هنا اتنين وهي أحمر نقوم ننقصها نبقاها شنو واحد. يعني انت بتشوف انت هنا اصلا كنت خدت شنو جاب لك اللون الاحمر هنا، يعني اذا فرض هنا عندنا لون احمر، هنا عندنا لون احمر، نحن هنا مختارين number of middle bars في x في صفر، اصلا صفر هنقوم طوال شنو نزيدها لواحد، هنا دي اصلا كانت اتنين نقوم نجي شنو ننقصها ليه واحد، نبقيها واحد ونقول ليه اوكي. بعد ذاك بنشوف التغيير اللي بيحصل، هل اللون الاحمر ده هنا ده راح ولا ما راح، ما هي نسبة بين اللي هي النسبة بتاعت حديد التسليح، النسبة دي بتاعت حديد التسليح دي المينيمم، ودي هنا شنو المحسوبة او المطلوبة حاليا مصلح بيها العنصر الانشائي التام. تمام كده عرفت انه دي فائدتها شنو، المخطط ده فائدته شنو اللي هو هنا بنظبط بيه شنو المقطع بتاعنا الابعاد، وهنا الثلاثة صفوف الاخيرة دي بنظبط بيها كمية حديد التسليح في المقطع، وبنحرص انه مدينا حاجة بالاحمر، هنا نهائي مدينا حاجة بالاحمر، واذا جاتنا نعدلها من وين، نعدلها من هنا الحاجتين ديل هنا وهنا، عدد حديد التسليح الوسطي في اكس وفي واي. ده كل ما يخص الأعمدة. السلام عليكم.